مش بيسمح بده خالص، مش بيسمح. مش بيسمح انك تقعدي مكان فيه. طب وانت ليه تقعدي مكان فيه اختلاط الاول يا انسه هنا؟ ليه تقعدي مكان فيه اختلاط شباب وبنات يعني؟ ببقى قاعده في الكليه في المكان اللي انا عارفه فيه الشباب. ماشي، بس مالكيش علاقه بيهم، هم قاعدين في حالهم وانت في الركن البعيد الهادي لحالك مع صاحباتك، صح؟ لا، وبعدين كاتين كامل شباب وبنات. انتوا قاعدين فريق؟ اه خلطبيطه بالصلصه ليه كده؟ طب يا هنا ليه بتعملوا ايه كلكم مع بعض؟ نبقى قاعدين نتكلم عادي. لا مش عادي خالص. معينا حلوة، تعالي لي هنا يا جميلة، تعالي لخالتك هالة. لا بيعتبر ان من حقه انه يفتش في تليفوني. لا يعني، طب هجاوبك على حتة التليفون دي، لكن في كارثة أولانية لازم نتناقشها مع بعض، موضوع التليفون ويفتش فيه. ايه تاني؟ ومش بيسمح ان انا اتعامل مع حد ما يعرفوش. اوكي تمام، يعني ولا ابوك يسمع عادي. طب اسمعين اسمعين يا هنا حبيبتي اسمعين. اولا خلينا متفقين ان طول ما احنا تحت سقف رضا الله عز وجل وقال الله وقال الرسول، تمام، احنا في التمام. اسلامنا قايل ايه؟ ربنا امرنا بايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بايه؟ لا مفيش الخلطبيطه دي. يعني كان في صحابي نسيت اسمه، كان في صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم جه لقى معدي قاعد في وسط النساء، الصحبة بقى ومهبة وهكذا يعني، واحنا قاعدين بايه بنتكلم. فمشاف النبي قام قال ايه، كان ليا هنا ابل كده شارده وكنت بدور عليه. تمام، والنبي ومشي. المهم دي دخل المسجد فلقى النبي عليه السلام لقاه فطول في الصلاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طول براحتك انا مستنيك. لازم يقول له، لازم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ويوضح له. وفهم الصحابي والنبي طبعا امره، طبعا مفيش حاجه اسمها نقعد مع حريم ونحكي وبتاع، ساعات بتبقى القعده حلوه على فكره ونقعد ونحكي لكن نساء في مكان والرجال في مكان. احنا شله في الجامعة، انا مالي ومال الصبيان ضيق، مالك ايه محرم ليك اللي قاعده؟ لا ما شكرا. ايه اصل احنا الجروب بتاع اللي تمام، الكلام على الجروب على قد البحث وعلى قد اللي بتاع العمل اللي هنعمله على الجروب في العام، لا في خاص ولا في كذا ولا في بر. اهلا محمد، ايه ازيك يا محمد، عامل ايه؟ شفت انا اللي انت عملته؟ مش الكلام ده الاختلاط، لا الاختلاط لا، في الضروره منها الموت. عايزه اقول لكم لا غلط. فالجزء الاولاني سواء خطيبك او ابوكي يعني، بس هو في الاصل دلوقتي لان ابوكي الولي ما ينفعش، وانت ذات نفسك من جواكي ما ترضيش بكده. لكن لا احنا في كافيتيريا الجامعه وهم في مكان واحنا في مكان، يعني ما هو كده. بس انت قاعده مع صحباتك مالكيش دعوه بيهم، مفيش كلام بيوجه من الترابيزه دي للترابيزه دي، او نجيب الكراسي او نعمله غديوه مع مش كده. تمام متفقين. فالنقطة الأولانية سواء خطيبك أو أبوك أو الولي أو أنتي 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 دينك علاقتك بالله سبحانه وتعالى رقم اتنين. ليه السؤال التاني بقى، ليه إن الخطيب يفتش في موبايل خطيبته؟ لا، ولا أبوها ولا أمها ولا أي حد. من نظر في حاجة أخيه بغير كلامه نظر إلى النار، لا ولا تجسسه. بس هو في حاجة في الموبايل بتستدعي الشك؟ اتفضل، بس بعد كده كل واحد له خصوصياته، ما ينفعش ولا تجسس لا هو ولا غيره. رقم ثلاثة، ما بيسمحش اتكلم اي حد هو ما يعرفوش، مش هو بس، والاب نفسك وانت ذات نفسك يعني. دونت توك تو سترينجر، ده حاجه بيعلموها العيال في ثلاث سنين في الحضانه، اوعى تكلم الغرباء، حد غريب هتكلميه بيعمل بيه ايه؟ لا لازم يبقى هنا في ضوابط للتعامل مع الاخر، لازم في ضوابط للتعامل مع الرجال، اعمل ايه معاهم وايه الدنيا وايه الحياه وايه كذا، ده اللي نخلي بالنا منه.